بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الفرقة الأولى قسم اللغة الإنجليزية، النهاردة المحاضرة رقم 10 في مادة المايكرو إيكونومكس. معاكم دكتور محمد عثمان، وإن شاء الله النهاردة إحنا هنتكلم في شابتر جديد. في البداية بس أحب إن أنا أوضح لكم إن إن شاء الله بكرة الثلاث 15/9 من الساعة 1 للساعة 2 هيكون أول كويز ليا إن شاء الله. هيكون في صورة عبارات ترو فولس بإذن الله، وهيكون الكويز زي ما كتبت لكم على الكلاس بتاعنا، إن هيكون من الساعة 1 للساعة 2 إن شاء الله هيكون متاح بإذن الله. نأكد على بعض وإن شاء الله تكونوا شفتوا الكلام ده أنا كتبته لكم على الكلاس. النهاردة إحنا هنتكلم في شابتر جديد، وشابتر بعنوان هاوس هولد بيهيفير أند كونسيومر تشويس. هنتكلم عن تصرفات القطاع العائلي، او عامه عمليه الاختيار، اختيار المستهلك، يعني ازاي المستهلك هيبدا ان هو يختار، وازاي يعني هيختار عمليه الاستهلاك ما بين السلع، ليه بيستهلك اكس ما بيستهلكش واي، او بيزود من اكس ما بيزودش من واي، او العكس، او الكلام ده كله، وده اللي هنفهمه في خلال الشابتر ده. الشابتر ده انا مش يعني اعتقد يعني على حسب الوقت بتاعنا، اولا ان انا النهارده المحاضره رقم 10 هتبقى فيها بارتين، بارت 1 اللي انا بسجله لحضراتكم دلوقتي، وبارت 2 ممكن ما نلحقش ان احنا نخلص الشابتر بالكامل، فهناخد هنكمله ان شاء الله في المحاضره اللي جايه باذن الله. اولا ايه البيزك اللي بتحدد عمليه التشويس بتاعت المستهلك؟ فعشان كده فيرست ذا بيزك اوف تشويس هي اليوتيليتي، يعني اساس الاختيار هو المنفعه اللي بتعود عليك من استهلاكك لسلعه معينه. ولما نيجي نعرف اليوتيليتي هي اذا ساتسفاكشن ريسيفد فروم كونسيومينج اني جود، هي عباره عن المنفعه اللي الشخص بيحصل عليها من استهلاكه لسلعه معينه. فدي كتعريف لليوتيليتي، اليوتيليتي هي الاشباع اللي انت بتاخده من استهلاكك لسلعه معينه. لكن اليوتيليتي او المنفعه ليها مصطلحين، او ليها في مفهومين كده او اكسبريشنز معينه، هي التوتال يوتيليتي هنرمز لها بالرمز تي يو، والمارجنال يوتيليتي هنرمز لها بالرمز ام يو. التوتال يوتيليتي لما نيجي نشوف ايه هو الديفينيشن بتاعها، التوتال يوتيليتي is the total amount of satisfaction received from consuming a given amount of good. هي عبارة عن الإشباع الإجمالي اللي أنا بحصل عليه من استهلاكي لعدد معين أو من سلعة معينة. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لما أجي أقول لك إن أنا أكلت 5 سندوتشات على بعض، طب منفعه الخمس سندوتشات اللي انا اكلتهم دي قد ايه؟ دي اسمها توتال ايه؟ يوتيليتي. يبقى التوتال يوتيليتي هي المنفعه اللي بتاخد عليها من استهلاكك، مش لوحده واحده، يعني من استهلاكك لاجمالي عدد الوحدات اللي انت استهلكتها. تمام؟ يبقى دي المنفعه اللي باخدها من استهلاك الاجمالي عدد الوحدات اللي انا استهلكتها. لكن لما اجي اشوف المارجنال يوتيليتي هي عباره عن is the additional satisfaction received from consuming one more unit of a good. one. حط خط كده او ركز كلمه 1. كلمه مارجنال على طول اللي هي الحدي او المنفعه، هنا المارجنال يوتيليتي اللي هي المنفعه الحديه، هو المقصود بيها هو الاديشنال ساتسفاكشن، يعني الاشباع الاضافي او المنفعه الاضافيه اللي بحصل عليها من استهلاكي لوحده اضافيه. يعني مثلا لما اجي اقول لك ان انا ايه مثلا اكلت ساندوتش منفعته قد ايه؟ قد كده، على اساس ان انا لو قدرت يعني ان انا اقدر المنفعه بقد كده بكذا وحده. طب الساندوتش التاني منفعته بقد ايه؟ يبقى مثلا لو قلت ان الساندوتش الاولاني منفعته ب 100، الساندوتش التاني اقول لك مثلا اقول منفعته ب 90، يبقى ال 90 دي هي دي المارجنال يوتيليتي. طب لو اكلت ساندوتش تالت قد ايه منفعته؟ يقول لك الساندوتش التالت ده منفعته ب 70، يبقى دي اسمها ايه؟ مارجنال يوتيليتي. طب كلت سندوتش رابع منفعته بكام؟ ب 30، يبقى دي اسمها المارجنال يوتيليتي. يبقى المارجنال يوتيليتي هي المنفعه الحديه اللي بتيجي نتيجه لاستهلاكك وحده ايه؟ اضافيه. واضح قبل ما هنخش بارقام هتوضح لي الكلام ده، وازاي ان انا بحسب المارجنال يوتيليتي من معرفتي للتوتال يوتيليتي. هلاقي ان المارجنال يوتيليتي، المارجنال يوتيليتي هتلاقي المارجنال بالذات، وهنشوف دلوقتي بالارقام، ان مع استهلاكي وحدات اضافيه هلاحظ ان المارجنال يوتيليتي بتبدا ان هي تقل. يعني المنفعه الحديه مع استهلاكي من السلعه واحده في الثانيه في الثالثه، هتلاقي ان المارجنال يوتيليتي هنلاقي ان هي مالها المنفعه الحديه ان هي بتقل.
ليه؟ لأن المنفعة الحدية بتبقى مع أول استهلاكك، مع أول استخدامك لأول وحدة من السلع بتكون مرتفعة، بتكون عالية، تمام؟ بعد كده بتبدأ هي تقل. يعني مثلا زي ما تقول إن أنا إيه عطشان قوي، فأنا وأنا عطشان قوي أول مثلا وجدت قدامي إزازة مية كده بتاع ساقعة، فأنا عطشان جدا، فببدأ إن أنا أشرب مثلا البق الأولاني منها، فأول بق ده بتبقى منفعته كبيرة جدا. تبص تلاقي ان بشرب منها تاني له منفعة، بس المنفعة مالها بتقل، اقل. التالت منفعة اقل، يبقى كل كمية انا باخدها منفعة كل كمية بيتقال عليها، او كل بق يعني كده بيتقال عليها ايه مارجنال يوتيليتي. لكن المارجنال يوتيليتي بلاحظ ان هي بتقل، او زي ما تقولي ان انا جعان جدا، تمام؟ فجعان فجبت اشتريت مثلا زي ما بقول مثلا زي 5 سندوتشات، فجعان بمسك الساندوتش الاولاني، شوف وانا باكل اول ساندوتش منفعه عامله ازاي، دي اكبر منفعه لان انا ببقى لسه في بدايه استهلاك لهذه السلعه. طب الساندوتش التاني له منفعه بس اقل، التالت له منفعه بس اقل، الرابع بدات اشبع، فممكن اكون وصلت للماكسيموم بتاعي خلاص، يبقى كده انا خلاص بقى الربع ده انا بدات اشبع وبتاع، بس انا جايب 5، فالتفاصيل بقى تخليني ان انا اكل الكام بعد الربع الخامس. ممكن بقى لما اكل الخامس ممكن بقى ابص الاقي ان بطني توجعني ولا بتاع، فهنا معناها ان المنفعه مالها قلت. خلي بالك المثال ده على المارجنال يوتيليتي هيبقى واضح بالارقام، بس انت بحاول ان انا افهمه لك كده بالمثال اللي انا بقوله. هو انا جعان صندوق الله الاكل طعمه حلو ده، اول واحده، الثانيه جميل بس المنفعه اقل، الثالث جميل حلو بس انا الحمد لله بدات ان انا اخش في الشبع، وصلت بقى للرابع وانا باكل الرابع مش قادر مثلا، خلاص يبقى انا كده وصلت ايه لاقصى حاجه للمارجنال يوتيليتي. ابص الاقي ان ايه خلاص ما بقتش فيه منفعه، ممكن في الرابع بقيت زيرو، لكن انا شاري 5 مع ان انا تفاصى مثلا هو بكلت الخامس، ابص الاقي ان انا معدتي وجعتني، فلاقي ان المارجنال يوتيليتي بالنسبه لي او المنفعه الحديه ممكن تكون بالنسبه لي هنا مضر، ما هياش بالموجب، بالعكس هنا بقى ما فيش منفعه، ده المضر المنفعه تبقى بالنيجاتيف او بالسالب. تعال نشوف مثال يوضح الكلام ده. Example given the following table showing the total utility received from consuming good X, calculate the marginal utility and show graphically the marginal utility and the total utility curve. أعطيني هنا الـ marginal الـ total utility، وعايزك تحسب الـ marginal utility وتوضح العلاقة بين الـ total utility والـ marginal utility باستخدام الجراف. فأعطيني مثلا كمية من سلع معينة 1 2 3 4 5 6 7 وأعطيني الـ total utility. واضح إن الـ total utility من الأرقام 10 19 26 31 34 34 32. لما اجي ابص كده للتوتال يوتيليتي اللي قدامي هلاحظ ان هي منفعه كليه لاول الوحده الاولى منفعتها الكليه هي 10، طب لو استهلكت 2 منفعه الاثنين مع بعض 19، طب لو استهلكت 3 منفعه الثلاث وحدات مع بعض 26، طب لو استهلكت 4 منفعه الاربع وحدات مع بعض 31. يبقى واضح ان التوتال يوتيليتي ايه اللي بيحصل فيها، ان هي ايه اللي بيحصل فيها بتزيد اهي لغايه لما وصلت ل 34، رحت التوتال يوتيليتي بتاعت السته 34. لما رحت استهلك 7 وحدات بقت 32، ده انا بتكلم على مين؟ على التوتال يوتيليتي. يبقى ال 32 ال 32 دي منفعه 7 وحدات، ال 34 دي منفعه 6 وحدات، ال 31 دي منفعه 4 وحدات، ال 26 دي منفعه 3 وحدات، وهكذا. يبقى دي اسمها التوتال ايه يوتيليتي. فاول ملحوظه وانا عايزك هنا قبل حتى ما نشوف الانسر بتاعتنا او الحل بتاعنا، ان اول ملحوظه هلاحظ ان عند 5 ووصلت ل 6 هلاحظ ان التوتال يوتيليتي عندي وصلت للماكسيمم، يبقى عند الستة حط لي علامه واكتب لي هنا دي الماكسيمم بتاعتي، دي هنا التوتال يوتيليتي وصلت لاقصى حاجه، لان بعد كده ايه اللي بيحصل فيها؟ بتبدا ان هي تقل، تبدا منفعه الكليه ان هي تقل. ده دليل ان ده المثال ده اللي قدامك، ان انا ايه هروح اكل او استهلك واحده رقم 7 او هاكل سندوتش رقم 7 فبطني هتبدا توجعني، فبدات ما بقتش بقى منفعه، فبدات ان ايه واضح ان انا ايه منفعه بدات ان هي ايه تقل، ده التوتال يوتيليتي. الملحوظه هنا برضو على التوتال يوتيليتي حتى من الارقام، ودي مش في المثال ده بس، ده مهما اختلفت الارقام، هلاحظ ان عند نمبر 1 ان التوتال يوتيليتي بكام؟ ب 10.
طب لما استهلكت وحدتين بس التوتال يوتيليتي في انكريزنج بتزيد بقت 19، يبقى هنا زدت 9، بيبقى بعد استهلاكي للوحده الثانيه في زياده بكام؟ ب9. طب لما استهلكت 3 وحدات المنفعه انكريزنج بقت 26، بس من 19 ل 26 في 7، يبقى هنا زدت 7. طيب لما استهلكت 4 حصل ايه في التوتال يوتيليتي؟ حصل لها انكريزنج بقى 31، يبقى انا 3 كنت بستفيد ب 26، 4 بقيت استفيد ب 31، يعني زدت قد ايه؟ في انكريزنج قد ايه في التوتال يوتيليتي؟ من 26 ل 31 5، يبقى هنا زدت 5. طب من 31 ل 34 في زياده ب 3. الله، يبقى هنا انا بلاحظ ايه؟ بلاحظ ان انا التوتال يوتيليتي بيحصل لها انكريزنج مع زياده اليونتس اللي انا بستهلكها، لكن بيحصل لها انكريزنج لكن بديكريزنج ريت. يبقى دي ملحوظه ان التوتال يوتيليتي بتزيد لكن بتزيد بمعدل ايه؟ متناقص. يبقى التوتال يوتيليتي انكريزنج باي او اد ديكريزنج ريت، بتزيد لكن بتزيد بمعدل ايه؟ متناقص. من 10 ل 19 9، 19 ل 26 7، 26 31 5، 31 34 3. يبقى هي بتزيد لكن بتزيد بمعدل ايه؟ متناقص. لكن لغايه لما بوصل 34 34 34، يبقى انا وصلت كده ايه؟ للماكسيمم، بدليل ان انا هنا لما اجي اقول لك لما بستهلك 5 34 بستهلك 6 34، يبقى انا هنا مفيش هنا اي استهلاك بعد كده، او بمعنى صح مفيش اي منفعه، يبقى هنا وصلت للماكسيمم. لما اجي اقول لك بقى لما بروح من 6 ل 7، يبقى ايه اللي بيحصل هنا عندي للتوتال يوتيليتي؟ بلاقيها ان يحصل فيها ايه؟ ديكريزنج. يبقى ان هي بيحصل لها ايه؟ ان هي بتقل. طب ازاي احسب من التوتال يوتيليتي؟ احسب المارجنال يوتيليتي. لما اجي اشوف انا اهو في التيبل اللي قدامي حطيت الكوانتيتي وحطيت التوتال يوتيليتي بتاعت السلعه اكس وزي ما فسرتها، هحسب ازاي المارجنال يوتيليتي؟ المارجنال يوتيليتي هي المنفعه الحديه الاستهلاكي للوحده، فهلاقي ان المنفعه الحديه للوحده رقم 1، انا هنا استهلكت وحده واحده هي ب 10، هي التوتال يوتيليتي لان هي وحده واحده. طب عايز احسب المارجنال يوتيليتي بتاع الوحده نمبر 2، المارجنال يوتيليتي بتاع الوحده نمبر 2 عندك اهي قدامك طلعت بكام لما حسبتها؟ ب 9، ب 9. جبتها ازاي؟ وايه هي اصلا المارجنال يوتيليتي عند 2؟ المارجنال يوتيليتي عند الوحده 2 دي معناها المنفعه اللي عادت عليا من استهلاك السلع رقم 2، لكن ال 19 ال 19 اللي عند الكوانتيتي 2، ال 19 ال 19 دي التوتال يوتيليتي، المنفعه الكليه لاستهلاكي كام وحده؟ وحدتين. لكن المارجنال يوتيليتي انا عايز اعرف الوحده الثانيه استفدت منها بكام، دي بجيبها ازاي؟ ان انا بجيب الفرق ما بين التوتال يوتيليتي عند 2 والتوتال يوتيليتي عند 1، يعني بقول 19 ماينس 10 يديني كام؟ 9. يبقى معنى كده ان الوحده الثانيه المارجنال يوتيليتي منفعتها لوحدها بكام؟ ب 9، ب 9. نعيد تاني عند الكوانتيتي 3، عند الكوانتيتي 3 26 دي معناها دي التوتال يوتيليتي بتاع استهلاك الثلاث وحدات، لو استهلكت 3 وحدات انا التوتال يوتيليتي بتاعتي كام؟ ب 26. طب انا عايز اعرف لما استهلكت الوحده الثالثه، الوحده الثالثه بس منفعتها بكام؟ هجيبها ازاي؟ هقول التوتال يوتيليتي عند 3 ماينس التوتال يوتيليتي عند 2، يعني 26 ماينس 19، 26 ماينس 19، اكتب الكلام ده، اكتب ورايا المحاضرة، اكتب ورايا الملاحظات اللي أنا بقولها، يبقى 26 ماينس 19 26 ناقص 19 يديني كام؟ 7. وهكذا. طب عند 4، 31 دي التوتال يوتيليتي بتاع استهلاك 4 يونتس. طب أنا عايز أجيب المارجنال يوتيليتي بالنسبة لليونتس 4 بس. يبقى هقول كده 31 ماينس 26 يديني كام؟ 5. يبقى ال 5 دي المارجنال يوتيليتي او المنفعه اللي بتاخد عليا من استهلاك الوحده رقم 4. وعند 5 34 ماينس 31 تطلع بكام؟ ب 3. عند 6 34 ماينس 34 يديني 0. هنا بقى وصلت فين؟ للماكسيمم. يبقى انت علم لي كده الاتي وخد بقى معاك الملاحظات الاتيه. بص هنا عند الوحده رقم 6 لما التوتال يوتيليتي وصلت للماكسيمم
المارجنال يوتيليتي ايكوال كام؟ بتساوي كام؟ زيرو. دي ملحوظه مهمه. يبقى هنا هلاحظ واحده واحده مره ثانيه، ودي قلتها من شويه في السلايد اللي فات، ان التوتال يوتيليتي بتزيد من 10 19 26 31 34، ولكن انكريزنج ات ديكريزنج ريت، بتزيد بمعدل متناقص. هي بتزيد لكن بتزيد بمعدل متناقص، بدليل ان المارجنال يوتيليتي لاحظها تحت ان هي كانت كام؟ 10. بعد كده الوحده الثانيه ليها منفعه مارجنال يوتيليتي لكن كام؟ 9. الوحده نمبر 3 ليها منفعه لكن كام؟ 7. نمبر 4 ليها منفعه لكن كام؟ 5. نمبر 5 ليها مارجنال يوتيليتي لكن كام؟ 3. يبقى هنا بلاحظ ان المارجنال يوتيليتي اللي بيحصل فيها ان هي بوزيتيف، موجوده موجب، لكن مالها ديكريزنج، بدا من 10 9 7 5 3 لغايه لما بوصل لزيرو. هي بادئه من فوق المارجنال يوتيليتي وبعد كده اللي بيحصل فيها بتقل. يبقى المارجنال يوتيليتي بتاعت الوحده الاولى 10، بعد كده 9 7 5 3 اللي انا بقوله، ان انا اول سندوتش جعان، الثاني حلو، الثالث كويس، الرابع بدات ان انا اشبع، الخامس بص وصلت لغايه لما انا وصلت لرقم نمبر الوحده رقم 6 وكنت شبعت ملهاش منفعه. يبقى هنا اكتب الملاحظات دي او وضح لنفسك الملاحظات دي، ان وفقا للمثال اللي قدامي ان هلاحظ على التوتال يوتيليتي، على التوتال يوتيليتي من الوحده نمبر 1 لغايه الوحده نمبر 5، علم كده عليها من 1 ل 5، التوتال يوتيليتي انكريزنج، بتزيد ات ديكريزنج ريت، بتزيد بمعدل متناقص. من نمبر 1 لغايه 5 بص المارجنال يوتيليتي 10 10 19 10 9 7 5 3 هي بوزيتيف. يبقى المارجنال يوتيليتي من 1 ل 5، اكتب كده المارجنال يوتيليتي ام يو من 1 ل 5 هي مالها؟ بوزيتيف، هي موجب. بس خد بالك هي موجب لكن اللي بيحصل فيها ديكريزنج، بتقل بدءا من فوق من 10 تبدا ان هي تقل، المنفعه الحديه بتقل. طيب لغايه لما وصلت عند نمبر كام؟ اليونت نمبر كام؟ 6. عند 6 اكتب فوقيها كده او علم عليها او اكتب ملحوظه ان عند 6 بص الاقي 5 34 6 34، يبقى معنى كده عند 6 انا وصلت لمين؟ للماكسيمم، الماكسيمم بتاع التوتال يوتيليتي. حلو، يبقى انا وصلت للماكسيمم بتاع التوتال يوتيليتي هنا عند نمبر 6. لما بوصل التوتال يوتيليتي، لما بتوصل للماكسيمم بتاعها بتكون المارجنال يوتيليتي ايكوال زيرو، يبقى دي الملحوظه رقم 2. بعد 6 عند 7 عند اليونت رقم 7 هبص الاقي ان التوتال يوتيليتي بدات تعمل لها ايه؟ بدات ديكريزنج تقل. لما بدات التوتال يوتيليتي ان هي ديكريزنج تقل، تعالى احسب بقى المارجنال يوتيليتي عند 7. يبقى المارجنال يوتيليتي عند الوحده رقم 7 هي عباره عن ايه؟ 32 ماينس 34 اللي هو التوتال يوتيليتي عند 7 ناقص التوتال يوتيليتي عند 6. 32 ماينس 34 يديني ماينس 2. يبقى هنا معناها ان هنا بقت المارجنال يوتيليتي عند الوحده 7 بالسالب نيجاتيف. يبقى هنا في ثلاث ملاحظات خد بالك، عامة بالتيبل ده أو عامة أي مثال بالأرقام كملاحظات. هو نمبر 1 توتال يوتيليتي انكريزنج ات ديكريزنج ريت، التوتال يوتيليتي وهي بيحصل لها انكريزنج، المارجنال يوتيليتي بيحصل لها ايه؟ بتكون بوزيتيف، بتكون موجب. تمام، اللي هي من نمبر 1 لنمبر 5 بتكون بوزيتيف، بتكون موجب، ولكنها بتكون ديكريزنج، بتقل. ملحوظه رقم 2، التوتال يوتيليتي لما بتوصل للماكسيمم بتكون المارجنال يوتيليتي وصلت لزيرو. ملحوظه رقم 3، التوتال يوتيليتي لما بتبدا انها ديكريزنج تقل، بتكون المارجنال يوتيليتي نيجاتيف، بتكون ماينس. والكلام ده بنوضحه في اللي جاي اهو. ادي اهو حطينا على الفيرتيكال التوتال يوتيليتي، خد بالك من المحاول، وعلى الهوريزونتال الكوانتيتي او الكميه، تحت حطينا على الفيرتيكال مارجنال يوتيليتي، ودي الكميه. واضح كده
ان انا لو بصيت كده فوق للتوتال يوتيليتي هلاقي ان ايه اللي بيحصل في الكيرف، ان الكيرف لو نرجع كده بالذاكره للارقام ان هي كانت التوتال يوتيليتي كام؟ 10 19 26 31 34. هبص الاقي ان ايه اللي بيحصل في التوتال يوتيليتي مع الوحده الواحد الاولى ب 10، الوحده الثانيه 19، الوحده الثالثه 26، بتملها بتزيد 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 لغايه لما بوصل للماكسيمم عندي عند الوحده رقم 6. لما بوصل عند الوحده رقم 6 بتبدا بعد كده ايه اللي يحصل في التوتال يوتيليتي؟ اهو واضح في الرسمه اللي فوق ان هي مالها بتقل. ده بينعكس على المارجنال يوتيليتي. ايه بقى المارجنال يوتيليتي؟ المارجنال يوتيليتي هلاحظ ان هي تحت بدأ من فوق وتبدا ان هي تقل. بص يبقى في الجزء اللي فيه التوتال لو ربطت الرسمتين ببعض الجزء اللي فيه التوتال يوتيليتي بيحصل لها انكريزنج وهي بتزيد at decreasing rate، هتلاقي ان المارجنال يوتيليتي تحت ان هي بدأ من فوق لانها كانت كام؟ وفقا لارقام الجدول كانت 10 بقت 9 بقت 7 بقت 5، يعني عند واحد عند اثنين عند ثلاثة عند أربعة عند مالها بتقل. يعني عند نمبر واحد الوحدة رقم واحد كانت 10، عند الوحدة رقم اثنين 9، عند الوحدة رقم ثلاثة 7، عند الوحدة رقم أربعة 5، إيه اللي بيحصل فيها؟ بتقل. يبقى كل ما الكوانتيتي بتاعت إكس بتزيد ده في تحت أهو، إيه اللي بيحصل عندي؟ اللي بيحصل عندي إن ال المارجنال يوتيليتي مالها بتقل، كانت 10 بقت 9. يبقى خد بالك اهو واضح ان لو ربطت الرسمتين في بعض في الجزء اللي فيه التوتال يوتيليتي بيحصل لها انكريزنج بيقابلها ان المارجنال يوتيليتي بتكون بوزيتيف لكن بيحصل لها ايه؟ ديكريزنج. هي موجب لكنها مالها بتقل لان المنفعه الحديه بتبدا ان هي تقل بتاعت الواحد. طيب لما التوتال يوتيليتي بتوصل للماكسيمم المارجنال يوتيليتي بتبقى كام؟ زيرو. التوتال يوتيليتي وصلت في الجزء ان هي بتبدا ان هي ديكريزنج ان هي تقل المارجنال يوتيليتي بتبقى نيجاتيف بتبقى بالسالب. ده انعكاس وتفسير للتيبل اللي فات. مهم جدا 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 ان مذاكره الشكل اللي قدامي لانه له تفسير كتير جدا وهنشوفه طبعا في ترو فولس او غيره. هنا في قانون معين او ملاحظات كده معينه ان في هنا هتلاحظ في الجراف اللي قدامك في الجزء اللي تحت في المارجنال يوتيليتي هتلاقي في الجزء اللي فيه المارجنال يوتيليتي بوزيتيف اللي هو الجزء الاولاني وبعد كده بيبدا ان هو ديكريزنج ان هو يقل. فده هنا في لو معين او قانون معين هو اسمه قانون ديمانشينج مارجنال يوتيليتي. ديمانشينج مارجنال يوتيليتي، ديمانشينج مارجنال يوتيليتي اللي هو قانون تناقص المنفعه الحديه. قانون اسمه قانون ايه؟ ها تناقص المنفعه الحديه. قانون تناقص لو اوف ديمانشينج مارجنال يوتيليتي قانون تناقص المنفعه الحديه بيقول ايه؟ وبعد كده انا يعني هقول لكم اللفظ بتاعه او المصطلح بتاعه. بيقول ان the more of any good is consumed the less the utility obtained from consuming each additional unit from this good. يعني عايز يقول ان كل الكوانتيتي كونسيومد ما بيحصل لها انكريز ده بيترتب عليه ان المارجنال يوتيليتي بيحصل لها ايه؟ ديكريز. مره ثانيه اللو بيقول the more of any good, of any good is consumed the less the utility obtained from consuming each additional unit from this good. هنا معنى الجزء هو الديمنشنج المارجنال يوتيليتي قانون تناقص المنفعه الحديه. قانون تناقص المنفعه الحديه، قانون تناقص المنفعه الحديه بيبان في الجراف اللي قدامي ده في الجزء اللي فيه المارجنال يوتيليتي. الجزء اللي فيه المارجنال يوتيليتي مالها بوزيتيف ومالها ديكريزنج بتقل. القانون ده معناه ان عايز يقول ان مع كل استهلاكك لوحده اضافيه من سلعه معينه فإن المنفعة اللي متولدة من هذه الوحدة اللي هي المارجنال يوتيليتي اللي هي المنفعة الحدية بيحصل فيها إيه؟ إن هي بتقل. قانون تناقص المنفعة الحدية مرة تانية عايز أقول إيه؟ إن كل ما بستهلك وحدة إضافية كل ما المنفعة الحدية من هذه الوحدة بتقل، أو كل ما المنفعة اللي بحصل عليها من الوحدة دي مالها بتقل. طبعًا ده واضح من الأرقام وواضح بالمثال اللي أنا قلته والكلام ده كله. وده بيبان في الحتة دي. طيب ده قانون برضو مهم.
ادي النوتس بتاعتنا total utility is increasing at a decreasing rate. In other words, total utility is increasing by smaller and smaller amount for each additional unit. Marginal utility curve is downward sloping because the marginal utility شفناه ان هو downward sloping ان هو سالب الميل منحنى سالب سالب الميل وداون وورد جاي من فوق سوري داون وورد ان هو جاي من فوق لتحت كده ليه؟ بيكوز كونسبشن اوف سكسيف يونتس جيفز ليس ساتسفاكشن. يعني ايه؟ لان طبعا زي ما وضحنا ان المارجنال يوتيليتي هو ليه هتلاحظ ان هو ايه داون وورد يعني جاي من فوق ليه لتحت ليه جاي من فوق لتحت لغايه لما بيوصل للزيرو بعد كده بيوصل للنيجاتيف لان مع كل استهلاك الوحده اضافيه كل ما بستهلك اديشنال يونت اللي بيحصل في المارجنال يوتيليتي بتقل فعشان كده هو بيبقى داون وورد. ملاحظات برضو معينه when total utility is increasing diminishing marginal utility او marginal utility is positive when total utility research maximum marginal utility research is zero when total utility is decreasing marginal utility is negative. Law of diminishing marginal utility the more of any of any good is consumed the less the utility obtained from consuming each additional unit from this good as Q consumed increase marginal utility decrease. جميل. يبقى ده عرفنا كده العلاقه ما بين المارجنال يوتيليتي وما بين التوتال يوتيليتي وشفناها بالمثال اللي احنا حليناه. طيب يبقى كده فهمنا ان ده الاساس بتاع التشويس اللي هو المارجنال او اليوتيليتي عامه المنفعه. طيب نروح كده ان الكونسيومر تشويس عامه ديبند اون بوث ان اختيار المستهلك عامه بيتوقف على حاجتين. بيتوقف على his income and the price of goods بيتوقف على دخله وعلى اسعار السلع وده هنعبر عنه بحاجه اسمها البادجت لاين او خط الميزانيه وبيتوقف برضو الكونسيومر تشويس بيتوقف على his preferences اللي هو على التفضيلات بتاعه الفرد ودي هنشوف بنعبر عنها بحاجه اسمها indifference curve او منحنيات السواء. طيب يعني السلايد اللي قدامي بتقول لي ان استهلاك المستهلك او اختيار المستهلك خلي بالك يعني حتى كمان بالعقل انا لما بروح ان انا او اختياراتي او استهلاكي عامه او اختياراتي ما بين السلع بيتوقف على ايه؟ ده بيتوقف على كذا حاجه يعني اولا بيتوقف على يا ترى الانكم بتاعي كام؟ يعني دخلي قد ايه؟ بعد كده وانا رايح اشتري السلع يا ترى سعر السلع دي بكام؟ رقم ثلاثة يا ترى رقم ثلاثة بقى أنا بفضل إيه؟ يعني بحب يعني إيه؟ يعني برضو خلينا على موضوع الأكل. يعني مثلا أنا عايز إن أنا أروح إن أنا أشتري مثلا سي عايز أشتري ساندوتش مثلا شاورما. أوكي طيب في فأنا رايح أوكي أو عايز أشتري فول بقرر أشتري بقى شاورما ولا أشتري فول؟ وفلافل وكده. قال لك والله ده بيتوقف بص أول حاجة يتوقف عليه على الإنكم على الدخل. طيب والله انا مثلا معايا فلوس معايا شويه فلوس كويسين دخل كبير تمام طيب هروح ان انا ايه هروح ناحيه الشاورما اوكي هشتري شاورما رحت وقفت قدام الراجل كده بتاع الشاورما فبناء على هستهلك قد ايه طيب وريني المنيو اشوف البرايس الاسعار لان انا اصلا السعر هيحدد لي انا هشتري ايه ما هو الانكم ده ما هو مش معنى ما انا معايا فلوس لكن محدوده على حسب انا هشتري ايه فاشوف والله هشتري بقى شاورما فراخ هشتري شاورما لحمه ايه بالظبط اللي انا هشتريه طيب والله ادي عامل يبقى العامل رقم اتنين اللي هو مين ها اللي هو البرايس بتاع السلع بعد كده طب نفرض ان انا لقيت ان السعرين قريبين من بعض مثلا الموضوع برضو بيتوقف في الاخر على انت بريفير لي ايه يعني انت بتفضل ايه التفضيلات بتاعتك هي ايه؟ فهنا تبص تلاقي ان انا بيتحكم فيا وانا رايح اشتري ثلاث حاجات يعني معايا انكم وبعد كده السعر بتاع السلعه وبعد كده التفضيل بتاعي تمام؟ يعني انا مثلا لو معيش فلوس ده معايا يعني مثلا معايا 10 جنيه هروح ازاي انا ناحيه انا الشاورما مثلا هروح بتاع الفول والفلافل طب رحت عند بتاع الفول والفلافل هشوف سعر الساندوتش تمام وانا هشبع بكام ساندوتش لو لقيت الفول والفلافل الاثنين سعرهم زي بعض طب انا بفضل ايه؟
ايه اللي بفضله عن التاني. فاولا يبقى انا قلت ثلاث حاجات، الانكم والبرايس والبريفرنسز بتاعتك، البريفرنسز بتاعتك التفضيلات. فعامه الانكم والبرايس السعر والدخلك هنعبر عنه بالبادجت لاين، ده هنوضحه هنا في الجزء بارت 1. اما بالنسبه للتفضيلات بتاعتك دي هنوضحها بحاجه اسمها الانديفرنس كيرف، كيرفز اللي هي منحنيات السواء، ودي هنوضحها النهارده في بارت 2. يمكن انا هكمل اهو بارت 1 هنتكلم فيها عن البادجت لاين جزء منه، لكن في بارت 2 هكمل البادجت لاين وهنتكلم عن الانديفرنس كيرف. طيب تعال نشوف اولا البادجت لاين اللي هو خط الميزانيه. اولا احنا هنتكلم عن خط الميزانيه وهنتكلم عن الانديفرنس كيرف ومنحنيات السواء، كلهم بيبقوا يعني الموضوع كله خاضع لنظريه اللي هي الانديفرنس كيرف ثيري، اللي هي نظريه منحنيات السواء. ذا ثيري اوف انديفرنس كيرف سيكس تو انسر ذا فولوينج كويشن. خلي بالك يعني السلايد قدامي دي بيوضح اللي انا قلته يعني من شويه. بيحاول ان هو يجاوب على سؤال معين، how can consumer maximize his utility given his income and the price of goods؟ ازاي يقدر المستهلك ان هو يعظم منفعته؟ the consumer's income and the price of goods are represented by the budget line. The consumer's utility or satisfaction is represented by the indifference curve. طبعا يعني هنوضح تفضيلات المستهلك والمنفعه الحديه، المنفعه اللي بيعود عليه من خلال استخدام منحنيات السواء. تعال اولا نشوف البادجت لاين. الديفينيشن اند جراف اوف بادجت لاين. ذا بادجت لاين وده هنرمز له بالرمز بي ال، shows all combination of two goods that can be purchased with a given income and a given prices. يعني البادجت لاين خط الميزانيه بيوضح لي كومبينيشنز معينه من السلع، او عايز نقوله ايه، اكتر من مجموعه او اكتر من خليط من استخدامي من سلعتين بدخل محدد او دخل معين، وبرده عند سعر معين للسلعتين. يعني ايه؟ يعني بيوضح لي يا ترى انا لو مثلا زي ما انا ما بقول كده، لو انا معايا 10 جنيه يبقى ده ايه؟ given income، ده دخل محدد. طيب رايح اشتري مثلا، قلت هشتري فول، سندوتشات فول. طيب السندوتش مثلا سي مثلا بكام؟ مثلا ب 2 جنيه. سواء الفول او سواء الفلافل بكام؟ ب 2 جنيه. يبقى ده اسمه given price، يبقى ده انا عندي سعر محدد وعندي دخل محدد. يا ترى انا اقدر اشتري بيهم ايه؟ اقدر اشتري ايه؟ قال لك والله انت تقدر تشتري مثلا من الفلافل دي 5 وما اشتريش فول، صح؟ ممكن تقدر تشتري من الفلافل 4 ومن الفول 1. ممكن تقدر تشتري، انا طبعا هنا السعر واحد عشان كده المثال سهل كده، هنا ممكن اشتري 3 من الفلافل و2 من الفول، ممكن اشتري 2 فلافل 3 من الفول، ممكن اشتري 1 من الفلافل 4 من الفول، ممكن اشتري من الفلافل ولا حاجه واشتري 5 من الفول. يبقى هنا ال 10 جنيه ده جيفن انكم، البرايس اللي هو 2 باوند بالنسبه لي الفول او الفلافل ده بالنسبه لي جيفن، لكن عندي اكتر من كومبينيشن معين، عندي اكتر من تركيبه او خليط معينه من استهلاك الاستلعتين. فقال لك ان البادجت لاين ده بيوضح لك all combination of two goods that can be purchased with a given income and a given price، بيوضح لك كل الخليط اللي تقدر تشتريه او اكتر من مكون من سلعتين معينين تقدر تشتريه على دخل معين وعند سعر ايه معين. انا قلت مثال، ولكن تعال نشوف ازاي نقدر ان احنا نرسم اصلا الجراف بتاعنا. الجراف اوف بادجت لاين، فور اكزامبل ذا فولوينج تيبل شو اول كومبينيشن اوف تو جودز اكس اند واي ذات كان بي بيرشيست ويز ا جيفن انكم اي. انا عايزك بقى هنا ركز معايا، تمسك ورقه وقلم عشان المثال ده احنا هنشتغل بيه بقيه المحاضره. هنا بيقول لك ان الانكم او الدخل عباره عن كام، الدخل هنا الانكم بيساوي كام؟ بيساوي 20، والسعر بتاع السلعه اكس، سعر اكس بكام؟ سعر اكس ب 4، والسعر بتاع واي، السعر بتاع واي بكام؟ السعر بتاع واي ب 2. تعالى كده نشوف، هو بيقول لك هنا لو واحد دخله 20 جنيه وعندك سلعه اكس سعرها 4 او جنيه وسلعه على واي سعرها كام؟ 2. يا ترى بال 100 جنيه هو ممكن يشتري بيها، يوزعها ازاي؟ هنا الانكم كونسبت بالنسبه لي ثابت. قال لك في اكتر من كومبينيشن، يعني نمبر ايه؟
ممكن ما يشتريش من اكس ويشتري 10 من واي، ممكن يشتري واحده اكس 8 واي، 2 اكس 6 واي، 3 اكس 4 واي، 4 اكس 2 واي، 5 من اكس و0 من واي. يبقى هنا هو عنده اكتر من بديل، يعني بال20 بالانكم بتاع اللي هو ال20 ممكن يشتري من اكس 0 او من واي 10، او يشتري 1 ويشتري 8، هنا يشتري 2 او يشتري 6، عند الدي 3 او 4، عند الاي يا اما 4 يا اما 2، يا اما عند اف يشتري بس من اكس وما يشتريش اصلا من مينها من واي. يبقى الكومبينيشنز اللي قدامي دي بتوضح لي ازاي يقدر يوزع ال100 جنيه ما بين مين وما بين مين، ما بين اكس وما بين واي. هنا اهو ادي بنوضح اهو البادجت لاين بيكون ستريت لاين بالصوره دي، وبيكون داون وورد بالصوره دي، وداون وورد سلوبنج بالصوره دي، وبيكون نيجاتيف سلوبنج طبعا. ليه؟ هنوضح. يعني احنا اهو واضح هنا ان انا اهو موضح الارقام قدامك على الفيرتيكال السلعه واي، على الهوريزونتال السلعه مين اكس. واضح ان هو هنا اهو زي المثال اللي فات، عند ايه الكومبينيشن الاولاني ايه ممكن يشتري من اكس 0 بالمئة باللي هي بال20 باوند، ممكن ما يشتريش من اكس لكن يشتري من واي كام 10، عند ايه لو رحت البي هيصرف ال20 باوند بس يشتري من اكس واحد من واي من سوري من اكس واحد ويشتري من واي كام 8. طب عند سي هيصرف برضو ال20 بس هيشتري من اكس 2 ويشتري من واي 6. عند دي هيصرف برضو ال20 لكن هيصرف هيشتري من اكس 3 من واي 4 4. عند اي يشتري من اكس 4 من واي 2. عند اف هيصرف برضو ال20 باوند ولكن مش هيشتري حاجه من واي، ويشتري كله من مين؟ يشتري كله من الاكس، يشتري منها 5. يبقى A B C D E F دي بالنسبة لي نقط attainable، بالنسبة لي هي نقط يمكن ان انا احصلها، وبالنسبة لي هنا بنقول عليها full spent، يعني هنا انا بصرف الدخل بالكامل. فلما بوصل البوينت دي بعد باخد straight line بالصورة دي، يتقال عليه budget line او خط الايه الميزانية. تمام تمام. يبقى ده اسمه البادجت لاين او خط مين او خط الميزانيه، بيبقى قدامي بالصوره اللي كده. خط الميزانيه كل بوينت الونج الخط ده بتوضح لي ان انا هنا عندي فول سبنت للدخل بتاعي، وبيوضح لي ان انا اقدر اشتري ايه من ده وايه من ده. لكن واضح كده ان انا لما بروح لو بصيت على الخط ده، لما انا هنا ايه عند النقطه ايه هشتري 10 من واي 0 من اكس. طيب انا والله انا عايز بس ايه السلعه اكس دي مش موجوده مش معايا، طب انا نفسي اشتري اكس، يا ترى لو اشتريت واحده من اكس 1 من اكس، لو رحت من ال بي عشان اشتري واحده من اكس محتاج ان انا اضحي بقد ايه من واي؟ هلاقي ان انا هضحي بالواي بكام؟ باتنين، بوحدتين. طيب ماشي، يبقى انا عشان اشتري واحدة إضافية من إكس بضحي باتنين من واي. طيب لما هروح من بي لسي، من بي لسي أنا عايز أزود إكس بدل ما هي واحدة عايز أخليها اتنين، يعني أنا عايز أزود وحدة والنبي محتاج وحدة زيادة من إكس. هبص ألاقي إن أنا ضحيت من 8 لكام؟ من 8 ل 6، ضحيت برضو بكام؟ ضحيت بوحدتين. تمام كده؟ يبقى هو ضحيت بكام وحده عندي؟ ضحيت بوحدتين. يبقى انا هنا لما اجي ابص للكلام ده، كل ما بحاول ان انا اكسب وحدات من اكس لازم ان انا اضحي في المقابل بوحدات من ايه؟ بوحدات من واي. تمام؟ عشان كده انا بلاحظ ان انا ايه؟ عشان ازود اكس لازم اقلل واي، عشان ازود اكس لازم ان انا اقلل ايه؟ اقلل واي. عشان كده انا بقول ان هنا السلوب بتاع البادجت لاين هو نيجاتيف. هنلاحظ ان هو هيكون بي النيجاتيف، هتلاقي ان الاشاره بتاعته اشاره مالها اشاره سالبه. تمام تمام. طب دي ملحوظه، ملحوظه برضو هنا الثانيه على اللاين اللي قدامي، ان البوينت اي بي سي دي اي اف هي نقط بالنسبه لي اتينابل وبالنسبه لي فول سبين. اي نقطه انسايد او بلو اللاين ده، اي نقطه تحت اللاين ده هي بالنسبه لي اتينابل ممكنه، لكن بالنسبه لي
النوت فول سبنت، يعني معناها ان انا مش هصرف كل الفلوس بالكامل، فعشان كده هي مش على البادجت لاين. طب اي نقطه اضاف للبادجت لاين، اي نقطه اعلى من البادجت لاين، اي نقطه بالنسبه لي اعلى من البادجت لاين هي بالنسبه لي هي انا التنبل، يعني ما اقدرش ان انا اوصل لها، واي كانت بي بورشيز، يعني انا ما اقدرش ان انا اشتريها. يبقى النقط اللي على الخط هي التنبل فول سبيند، النقط اللي تحت الخط هي التنبل لكن نوت فول سبيند، النقط اللي فوق الخط هي بالنسبه لي انا التنبل ما اقدرش ان انا اوصل لها. طيب برضو هنا في قوانين معينه لازم ان انا اخد بالي منها. واضح ان عند النقطه ايه، عند النقطه ايه، الاي هي 10 من واي 0 من اكس، يبقى عند الاي اكتب كده عند البوينت اي هي نقطه بتعبر عن الماكسيمم كوانتيتي اوف واي، يبقى عند النقطه ايه هي نقطه بتعبر عن ايه الماكسيمم كوانتيتي اوف واي، دي اكبر كميه ممكن اشتريها من واي. لكن عند النقطه اف واضح ان انا بشتري 5 من اكس وما بشتريش من واي، بشتري ايه 5 من اكس ما بشتريش من ايه من واي، يبقى عند النقطه اف دي الماكسيمم كوانتيتي اوف اكس. طيب لو انا عايز اجيب لوحدي الماكسيمم كوانتيتي اوف اكس والماكسيمم كوانتيتي اوف واي، يبقى معنى كده عند النقطه ايه، عند المره ثانيه عند النقطه ايه انا دي اكثر كميه بجيبها من واي ما بجيبش من مين من اكس، يبقى معنى كده ان الانكم بتاعي كله بصرفه على مين، على السلعه واي، يبقى عند النقطه ايه بصرف كل الانكم على واي. وبالتالي عند لو انا هنا بحط قانون معين او ايكويشن معينه، فانا بقول الماكسيمم كوانتيتي اوف واي الكميه الاكثر كميه ممكن اشتريها من واي اللي هي عند نقطه ايه ممكن اجيبها من خلال ايكويشن معينه، هي عباره عن اي اللي هو الانكم اللي هو الدخل ديفايدد مقسوم على بي واي مقسوم على السعر بتاع واي، يبقى هجيب مين اقصى كميه ممكن اشتريها من واي. يعني الدليل مثلا ان انا هنا في المثال عند الانكم 20 والسعر بتاع واي 2، فلما هقسم 20 على 2 2 20 على 2 يديني 10 فعلا اهي. طيب عند اف الماكسيمم كوانتيتي اوف اكس دي عند النقطه اف اقصى كميه ممكن اشتريها من اكس، هي عند النقطه مين، ها عند النقطه اف اقصى كميه ممكن اشتريها من اكس هي عباره عن كام، هنا هي طلع لي هنا 5، ده جيفن بالنسبه لي كانت في التيبل، لكن انا اقصى كميه ممكن اشتريها من اكس يعني معناها ان كل الدخل هصرفه على اكس، يبقى هقدر اجيبها من خلال ان انا هقول ايكويشن معينه اي ديفايدد على بي اكس، الدخل كله مقسوم على سعر اكس. طب حتى عندي هنا في المثال ان الانكم بكام، ب 20 وسعر اكس ب 4، 20 على 4 تديني كام 5 اللي هي اللي موجوده قدامي. واضح اهو في السلايد اللي قدامي، وي كان دروز ا بادجت لاين باي نوينج تو بوينتس اونلي. خلي بالك انا ممكن ارسم البادجت لاين ده ان انا اعرف نقطتين اللي هي النقطه A والنقطه F. النقطه A اللي هي عندها الماكسيمم كوانتيتي اوف واي اللي هي الاي على البي واي، النقطه F اللي هي عندها الماكسيمم كوانتيتي اوف اكس اللي هي عباره عن اي ديفايدد البي اكس او البرايس بتاع اكس. البوينتس اون بادجت لاين هي بالنسبه لي attainable combination and income is full spend. البوينت بلو البادجت لاين هي بالنسبه لي attainable لكن attainable combinations but income is not full spend. النقط اللي هي above البادجت لاين هي بالنسبه لي unattainable لان انا ما اقدرش ان انا اشتريها او ان انا اقدر ان انا اوصل لها. طيب نروح بعد كده ازاي اقدر ان انا احسب السلوب او الميل بتاع البادجت لاين. تمام، هنقدر نقول كده ان سلوب الميل بتاع البادجت لاين هو عباره عن البي اكس ديفايدد بي واي، يعني سعر اكس مقسوم على مين، على البي واي، على السعر بتاع بي واي. وطبعا الاشاره بتاعته بتكون بالنيجاتيف بتكون بالسالب لان احنا قلنا ان هو بيبقى البادجت لاين زي ما شفنا ان هو جاي من فوق ومن فوق لتحت داون وورد سلوب كده، ولان انا عشان ان انا اخد وحده زياده من اكس لازم اضحي بمين، بواي، عشان ازود دي لازم اقلل دي، طالما ازود واقلل يبقى هنا العلاقه مالها نيجاتيف يبقى العلاقه سالبه. يبقى خد بالك من النقطه اللي قدامك، يبقى النقطه اللي قدامي اهو ان الميل بتاع السلوب بتاع البادجت لاين هو عباره عن البي اكس
ديفايدد بي واي والاشاره سالبه. طب الايكويشن بتاعت البادجت لاين اللي هو الانكم، الانكم هو عباره عن ايه؟ الانكم او الدخل هي عباره بقى هي الايكويشن بتاعت البادجت لاين، الاي الانكم هو عباره عن بي اكس سعر السلعه اكس بي اكس مضروب في اكس تايمز اكس بلس بي واي تايمز واي. تمام، يبقى دي الايكويشن اللي احنا هنبدا ان احنا نستخدمها عشان نحل الامثله. المحاضره دي ده بارت 1، يمكن عشان وصلنا حوالي داخلين في 45 دقيقه يعني كده عشان يكون التحميل اسهل بالنسبه لنا وبالنسبه لكم. فالمحاضره دي او بارت 1 هكمله بقى في بارت 2، هشوف امثله وعمليه الروتيشن او عمليه الشيفت بتاعه الانكم بالنسبه لي، ازاي الفرق ما بين الشيفت والفرق ما بين مينها عمليه الروتيشن، عشان نقدر بعد كده ان احنا نشوف اكزامبل او مثال، وده هوضحها ان شاء الله في الجزء الثاني او بارت 2 من محاضره النهارده ان شاء الله.